صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك المظلومين الغرباء النائين عن الأهل والأوطان مخاب سادتي تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا أبواب نجاة الأمة وسرج الظلم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. غريب يا مظلوم كربلاء، يا بدورا قد غال الخسف لكن لم تزل بالهدى بدورا تماما، حاولت نقصها العدا فأبى الرحمن إلا لنورها الإتمام. لهب نفسي سعادة أزكياء من راحوا في الطوامير خلدوا أعوايا يا ما أرهقوا طفلهم أرهقوا الطفل والمراهق منهم بالملمات يقظة ومناما، أرضعوا طفلهم لبان الرزايا حتى الأطفال، وأعدوا له الحسام فطاما، قتلوهم ولم يراعوا لرسول الله إلا في آله وذماما. يا جبالا حلما تفوق الروازي وسجالا نعما تعم الأنام، وليوضا غلبا إذا طاشت الأحلام في الرايا لم تطش أحلاما، لم يمت حذف نفسه من إمام منكم عاش بينهم مستضاما، ما كفى قتل الوصي وشبليه وأبنائهم إماما إماما، والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعهم هماما، ورمت باقرا وإماما
ورمت باقر الرزايا أردنا بأبيه تلك الرزايا الجسام بأبي من أقام حيا وميتا عمد الدين والهدى فاستقام بأبي من عليه جبريل حزنا في السماوات مات من قد أقام باقر علوم الأنبياء ونور المسلمين بالسم شبده ذابت مهجته وفجعة الدين كل ما جذب ونا لزم بيد الضادة الضادة صاحت ناحت عيلته وضجت أولاده ذي نخي الزهراء وذي نخي أجداده وهذا ينادي عنك السجاد في وين والباقر مسجع على فراشه ونادي لا تهيجوني بالصوايح يا اولادي ليش سيدي مولاي قال بلسان الحال عاشور فتت مهجتي وذوب فؤادي لا تهيجوا حزني وقلب شطر شطرين ويلي والصادق يقول له يا باقر بحر العلوم قلبك انا ذريب مجرح قبل هاليوم وشبدك يا ابوي مفتت بسموم وهموم لله صبرك يا الحملت مصيبة حسين صغر صنك يا الولي قاسيت الأحوال اي والله عاين الذبح أهلك وعاين تسلب العيال ركب الهزل واليسار قاسيت والحبال شاطرت ابوك بهالفجيعه يا ضي العين بعد وين بعد راحوا وعاينت بويا الشمات بلدة الشام بحبال كلكم ربكم مثل الأغنام دخلوكم المجلس ما بين الخاص والعام كلها الذي شلته وعمرك 4 سنين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال الله في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم سنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل فينبغي للمخلوقات ولا سيما الإنسان أن يخضع لتلك السنة واقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن لا يتولى قيادة الأمة إمام ظالم
إمام ظالم ما ممكن. يقول الأمة إذا كان يعني ينبغي أن يكون الإمام عادلا بالإضافة إلى العصمة. إذا كانت العدالة تشترط في الشاهد في المحكمة، ما بالك بمن يقود أمور الناس زمام الأمة؟ ما هي الحكمة في عدالة القائد أو الإمام؟ أولا، من هو الظالم؟ الظالم هو الذي يضع الأشياء في غير مواضعها. أنت الآن تريد أن تسافر أيها المؤمن لهدف من الأهداف، إذا لم تسلك الطريق المستقيم تخسر هدفك، لكن إذا سلكت الطريق المستقيم لا تحصل على هدفك. احنا دائما خمس مرات نقول اهدنا الصراط المستقيم علاوة على غير أوقات الصلوات، اهدنا الصراط المستقيم، لكن هل نستطيع أن نتوصل إلى الصراط المستقيم من تلقاء أنفسنا؟ لا يمكن، لا يمكن. من الذي يوصلنا؟ الإمام. ولهذا ليش الله اختبر إبراهيم وكلف بتكاليف وجده وفيا ونجح في الامتحان وأعطى مناصب نبوة وخلة وإمامة، وبعدين طلب إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الإمامة لبعض ذريته، وإذا بالجواب من الله لا ينال عهدي الظالمين، أن الله سبحانه وتعالى لا يعهد الإمامة لظالم وإن تاب من ظلمه. إذن لابد أن يكون معصوما عادلا معصوما. الحيوانات لا تحتاج إلى قائد ولا تحتاج إلى إمام يرشدها، الله أعطاها رسم لها طريق، هي من تلقاء نفسها ما تتغير عن الطريق الذي رسمه الله إليها. خذ لك مثالا بالنحل، مثلا النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر فاسلكي سبل ربك ذللا. حتى بيتها، هذا البيت اللي تسويه بعد طريقة ما تتعداها، هي ما يحتاج إلى إمام ولا إلى قائد، لا. ولا تنتج إلى الناس إلا العسل، ما تنتج غير العسل. إذن أنا وأنت نحتاج إلى إمام، نحتاج إلى من يدلنا إلى الصراط المستقيم. فأهل البيت ونحن في رحاب مدرسة الإمام الباقر باقر علوم الأولين والآخرين، هو وآباؤه وأبناؤه هم الذين رسموا لنا الطريق المستقيم مع الضغوط التي تحصلوا عليها. الإمام الباقر بالرغم من الاضطهاد والإرهاب والمطاردة والمراقبة، الإرهاب متى والآن؟ الإرهاب مو مستجد، الإرهاب من التاريخ السابق. لهذا ترى في زمان الإمام السجاد عليه السلام كما يقول صاحب كتاب أئمة الاثنى عشر تجد ألوان العذاب البدني وتقطيع الأيدي والأرجل والتمثيل بالجثث، لغة الحديث اليومي. فإذا الإرهاب مو جديد، الإرهاب من أول، وإنما التاريخ يعيد نفسه، هذا هو. وإلا كان الإمام عليه السلام يعيش تحت المراقبة الشديدة والضغط الشديد التي يعيش في كابوسها بأبي وأمي، لكن مع ذلك استطاع أن يفتح ثغرة واسعة من العلم والتوعية. كان به بيته والمسجد أيضا يجتمع حوله أصحاب
الأصحاب والتابعون يستقون من معينه، هؤلاء الذين أوصلونا إلى الصراط المستقيم سلام الله عليه. استطاع وكان يفتح باب الحوار مع الدهريين ومع الملاحدة ومع الخوارج ومع الأشاعرة، ولكن يتغلب عليهم بأبي وأمي من خلال حججه القوية الدامغة. ولهذا فدك مثال في قضية احتجاج مع نافع، مع نافع مولى الخليفة الثاني كما في رواية أبي الربيع، يقول حججت في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك، وكان معه نافع مولى الخليفة الثاني، والإمام الباقر سلام الله عليه جالس عند ركن في ركن عند ركن البيت، فقال نافع لهشام: من هذا الذي انهال عليه الناس واجتمع حوله الناس؟ قال: هذا نبي أهل العراق، هذا الإمام محمد بن علي بن الحسين. فقال: والله لأسألنه مسائل لا يجيب عليها إلا وصي، إلا نبي أو وصي نبي. قال: اسأل لعلك تخجله. جعل يتخطى رقاب الناس حتى أشرف على الإمام الباقر عليه السلام. قال له: يا محمد بن علي، كم بين عيسى ومحمد؟ فقال له: 500 عام، أو على قولك 600 عام، أو بالعكس، لئلا أكون كاذبا على المعصوم. قال له: أخبرني عن هذه الآية، هل جعلنا آلهة يعبدون؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ من الذي من أي الرسل، أي الرسل اللي سأل محمد صلى الله عليه وآله وكان بينه وبين عيسى 500 عام؟ قال: أو ما قرأت القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فمن الآيات التي أراها الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن حشر له الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين، فقال لهم: بماذا بعثتم وما تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه بعد موجودة مو بس عندنا إحنا في حلية الأولياء، ورواية معنعنة إلى أن توصل لأبي هريرة. أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء اجتمع حولي الملائكة الأنبياء، فقال الجليل جل وعلا لي: سلهم بماذا بعثتم؟ فقالوا: بعثنا بشهادة أن لا إله إلا الله، وبالإقرار بنبوتك، وبالولاية لعلي. هذا أبو هريرة ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد من بعض العرض الأسئلة: هذه الآية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال له الإمام عليه السلام: كانت السماء لا رتقا لا تمطر والأرض لا تنبت، فلما تاب الله على آدم فتق السماء بالمطر
وفتق الأرض بالنبات. قال له بقيت عندي مسألة. قال سأل. قال أخبرني عن الله سبحانه وتعالى، متى لم يكن وأين وجد ومتى وجد؟ قال له ويلك ويلك. قال خب مرة واحدة، قال متى لم يكن حتى أقول متى كان؟ الله سبحانه وتعالى أزلي، لم يزل ولا يزال، صمد فرد، لم يلد ولم يولد. ولهذا المجسمة، هؤلاء المجسمة الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى، اعتبرهم الشارع المقدس من الكفار، من أنواع الكفار الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى. وكم من رواياتهم أن الله سبحانه وتعالى يأتي في كل ليلة جمعة على حمار أسود. قال لي الآن ابتدى الإمام يسأل، يقول لي أخبرني عن أهل النهروان، قتلوا على حق أم على باطل؟ فإن قلت أنهم على حق قد ارتدت على عن مذهبك، وإن كنت على باطل فقد كفرت. رجع إلى هشام. قال له وش صار بينك وبين الإمام؟ قال له ويلك، إنه ابن رسول الله حقا، وأنه أعلم الناس، فأهل البيت سلام الله عليهم هدونا إلى الصراط المستقيم. بماذا؟ بتثقيفهم، ورووا أفكار الأمة، وتخرج التلاميذ العلماء الفقهاء مثل أبان بن تغلب، مثل زرارة وأمثاله. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصيام والصلاة وكثير البر بأبي وأمي، وكان ترى عنده ضيعة يشتغل بيها ويشتغل يباشر بنفسه، يباشر بنفسه، ما يقول أنا إمام وما أشتغل، مقتديا بجده أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا بعض الصوفية، محمد بن المنكندر يقول أقبلت في ضواحي المدينة وإذا بالإمام عليه السلام راجع من ضيعة له، وقد تصبب جسمه عرقا وهو متك على غلام له. قلت أنا هذا شيخ من آل رسول الله يذهب لتحصيل المال لطلب الدنيا، والمعروف أن أهل البيت يعني ورعين زاهدين في الدنيا، وشلون في هالوقت الحار وجسمه يتصبب عرق يروح في هالوقت لطلب الدنيا؟ لكن والله لأمضين إليه ولأعظنه. بوعظة، بقدمنا النصيحة، بقدمنا الموعظة. أقبلت سلمت عليه، قلت له شيخ من آل رسول الله تخرج في هذا الوقت، وقت حار صيف قائض، لطلب المال لطلب الدنيا، حصل على هالمال لطلب الدنيا؟ ما أنت صانع لو أدركك الموت، لو أدركك الموت وأنت على هالحالة في طلب الدنيا. قال ويلك، إنما خرجت، هذه أنا الخروج، هذه هي أكبر طاعة من الطاعات وأفضل عبادة من العبادات، خرجت لتحصيل المال لأصون به نفسي وأوسع به على عيالي. الواحد يحصل المال ليش؟ وأقضي به حوائج إخواني. قال له عليه الصلاة والسلام، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ملعون
من جعل كله يعني ثقله على الناس، يعني يكون عال على الناس، يعني لا يذهب إلى التكسب. ولهذا قال الإمام لماذا؟ قال لأن الصوفية اعتقادهم بأن العبادة في ماذا؟ في الصلاة، في الصوم، في مو في المكسب. فالصوفية يأكلون ولا يعطون، يأخذون من المجتمع ولا يعطون. يقول لك الكسب هذا مواجب، بس صلاة وصوم وكذا. ولهذا أكو من بعض النماذج أنه إذا يعني دعوا لا يستجاب له. ومن عرضهم رجل افترش حجر امرأته وقال يا رب ارزقني. ما ممكن تقعد في بيتك وبتقول يا رب ارزقني؟ الله أمر بالسعي، أمر. قال فقال الإمام عليه السلام ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. اعمل الدنيا. إذا واحد مو عنده أموال ومليونير وكذا ويطلع الحقوق الواجبة عليه وينفق على الناس، هذا لا تقول هذا تقول مزاهد. هذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد. قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق. الله ما حرم عليك أن لا تبني ولا تبني ولا تملك ولا كذا، لا، ولكن اصنع بهذا المال، نمي هذا المال، نمي المعروف. نعم العون الدنيا على الآخرة. ولهذا جعل الإمام يحث الأمة، يحث الناس على طلب الحلال، مو تروح إلى مكاسب محرمة. ترى أكو مكاسب محرمة بتروح مثلا في هلاك إخوانك المؤمنين علشان الدرهم والدينار، أو ترابي مثلا تشتغل في بنك فيه ربا. يجي واحد للسيد الخوي أو يرسل له رحمة الله عليه، يقول له أنا أريد، أنا أشتغل في البنك وأريدك تنطيني إجازة على الراتب. قال له السيد رحمة الله عليه، أعلى الله مقامه قدس سره، إذا كان عملك هذا مرتبطاً بالأعمال الربوية فإني لا أجيز لك. بتروح تشتغل في البنك لأعمال ربوية؟ لأن الآخذ والمعطي والشاهدان كلهم في الوزر سواء. شوف إذا طالع قضية الربا 70 جزء أهونها عند الله أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. الربا 70 جزء أهونه عند الله أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. درهم ربا عند الله. هذا الربا الدرهم كم يساوي هو اللي تأخذه على هذا؟ تتعامل يا بالربا أعظم من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. فالإمام عليه السلام يحث الناس على طلب الحلال، المكسب الحلال، مو تروح إلى مكسب حرام نعوذ بالله. ومن عرض الأسئلة التي قدمت له سأله شاب، قال له ما هي أعظم الذنوب؟ قال له شرب الخمر. قال لماذا؟ قال شارب الخمر ليشرب الخمر يزني ويقتل وربما يدخل في الكفر.
أن الخمرة نعوذ بالله. شوف ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم، إحنا نأخذ النصائح ونهدى إلى الصراط المستقيم والوصول إلى الصراط المستقيم من خلالهم سلام الله عليهم. قوم علومهم عن جدهم أخذت عن جبرائيل وجبريل عن الباري، فلا زال بأبي وأمي ينشر العلوم تلك الجامعة الكبرى التي حوت العلماء والفطاحلة والفقهاء، ولكن الأعداء إذا شافوا القائد ينشر العلوم لا يضيق عليهم، وإلا هو ما عاصر واحد بس، عاصر كان في بقية ملك الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ابن عبد الملك إلى أن صار آخر المطاف إلى هشام بن عبد الملك، واللي يعني خف الوطأة في ملوك بني أمية هو ماذا؟ هو من؟ هو عمر بن عبد العزيز. هذا شوية، ولهذا يقال نعم يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتن من أمية لبكيته. ليش؟ لأنه جاهد وكافح في قضية رفع السب عن علي بن أبي طالب وأرجع حقوق بني فاطمة. هاي شوية هانت يعني. على كل حال إلى أن صار الأمر إلى هشام بن عبد الملك، وكل ما شاعت وذاعت معاجز الإمام وعلوم الإمام وفضائل الإمام ما يقدر تل العدو يصبر إذا يشوف واحد ينشر العلوم الإسلامية، لا يريد يقضي عليه. فرأى من نفسه أن بقاء الإمام الباقر عليه السلام، بقاء الإمام الباقر يسلط الأضواء على حكومته. فعلى كل حال هل أن هذه الرواية بأن الذي أشار إلى هشام بقتل زيد بقتل الإمام زيد هل أنها يعني صحيحة أو مصحيحة؟ تحتاج إلى تحقيق. على كل حال هذا هشام ما هدأ له بال ولا قر له قرار إلا الوصول القضاء على الإمام عليه الصلاة والسلام، وإلا بعث إليه أرسله أشخصه إلى دمشق هو وابنه الإمام الصالح في أذل المهانة، ثم رجع إلى المدينة في أبي وأمي. فلما أن جاء ذلك اليوم المشوم الذي شب في قلوب المؤمنين الضرام، وإذا نفذت مشيئة الله سواء كان في إمام معصوم أو في سائر الناس مشيئة الله، دس له سما قتالا. وهناك عثرت على روايتين في سم الإمام عليه السلام، قيل أنه دس له سما في سرج لما ركب عليه الإمام عليه السلام تورم جسده الشريف، رواية تقول لا أنه دس له سما في طعام لأبي وأمي، فلما ذاق ذلك السم النقيع أحس من فيه إلى سرته كأنما يقطع ويشرح بالمواسي والسكاكين. رحم الله من نادى وإماماه ومسموماه ألقى بنفسه على فراش المرض. وترى قاسى الإمام الباقر، قاسى واقعة الطاف، رأى كل الأهوال وعمره 4 سنين. نعم رأى ما جرى على أبيه الحسين، رأى سمع أضلاع جده الحسين تكسرها خيول الأعوجية،
رأى الكوفة وأهوال الكوفة، رأى الشام وما أدراك ما الشام وأهوال الشام، فقاسى بأبي وأمي. هي على كل حال ألقى بنفسه على فراش المرض يتقلب يمينا وشمالا حتى سرى السم في جميع بدنه. هذا وحوله أولاده وأهل بيته يندبون وينادون وضيعته. جعل يقدم الوصايا بعد أن سلمه مواريث النبوة والإمامة، يقدم الوصايا لابنه الإمام الصادق. أوصاه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم أوصاه أن يعقل له ماذا؟ أن يعقل له مأتما في منى 10 سنوات، وأيضا أن يسرج الضياء، لأن إذا الروح هذه إذا شابت المكان مظلمة تحزن وتتألم. وامتثل الإمام الصادق عليه السلام بوصاياه. أظلم الله أجوركم لما أنا أكمل وصايا فإنها عليك جبينه وسكن أنينه وعن احتضار الماء اتغمض عيني وأطبق فاه وأسدل يديه ومد رجليه وقرأ ما تيسر من القرآن. أين القلوب المنكسرة على هذا الإمام المسموم؟ فعندها فاضت روحه المقدسة. رحم الله من نادى وإماما فارتفعت الضجة في ذلك البيت الطاهر، فلا ترى إلا باك وباكية ونادب ونادب ينادون وإماما ومصيبته. وما جت أرض المدينة كما تموج السفينة في البحر، فلا ترى إلا باك وباكية. فقام الإمام عليه السلام، لأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، قام بتغسيله، لكن على أي حال يا شيعة؟ بقلب حزين غسل حنطه أدرجه في أكفانه، صلى عليه، رفعت الجنازة إلى ذلك القبر المهدوم. شان اليوم لا كان اليوم العزف، وين في البقيع من هوان الدنيا على الله؟ عظم الله أجوركم. وإذا بالناس يشيعون جنازة الإمام، نحن وياهم نشيع، إحنا إن شاء الله ويا زوار البقيع. عظم الله أجوركم، رحم الله من نادى وإماما ليش يا لو جنازة واسفه الباقل بتهليل، والناس من خلف الجنازة تصيح بالويل، خلف الجنازة الناس من كثر البكا تفوت، وارض المدينة من ضجيج العالم تموت، شنها سفينة يا خلايق في وسط ماج، من ضجة النسوة وصيحات الرجاجل. اي والله التكبير من السماوات العلى، الله اكبر، وتكبير سمعاء من سماوات العليا، تعظيم لابن المصطفى خير البريء، واللي نشر وجذع لأم الأحمدية، رابع أولاد أم الأيم عفيفة الليل. وين راحوا؟ راحوا إلى مكان القبر المهدوم، راحوا إلى أرض البقيع يشيعون، وصلوا إلى قبر الأمين
ابن الأمين ولا القبر من قبل آدم حافرين زاد البجا والناح والضجات والويل. أقبل الإمام الصادق وتناول ذلك الجثمان الطاهر وأنزله في تلك الملحونة الطاهرة. الله يعينك يا رئيس المذهب على هذا المصاب الجلل. وجعفر الصادق نزال في ذيك الحفيرة وتناول الباقر يا شيعة من سريرة نزل بقبره وهلتين مو عام طيرة صفق براحته وصرخ يا مصلي الليل. بيت الدعاء لازم نوجه التعزية إلى صاحبة العزاء كأني بها وهي في قبرها تنادي وولداه وثمرة فؤاده. ايش عندك يا بن فائز؟ قال الزعر القول لا تحسبوني للرضا للرضا في طوس وليل بغداد ما رحتوا كلهم عليهم نوحت نوحت والجيب وعظم علي لا نع الناعي. نصبتين العزا يا زهرة على أولادك وأنا نصبت العزا هم وسط القبور. نسيتين حتى ضلعش يا زهرة ونسيت ضلع اللي بصير الباب نستني مصيبتهم مصيبة يا أم كل البشا والناح إيه والناح والضجة فما مات منهم ميت حدفا في الله. نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز الخلق لديك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والأئمة التسعة النجبة نتوسل للإمام بالإمام الباقر أن يسأل الله في شفاء مرضانا وجرحانا وإطلاق أسرائنا وأسيراتنا ورد غربائنا وفكنا من هذه المحنة. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا وجيها اللهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما المؤسسين لهذا السبب العظيم. اللهم بارك في أرزاقهم واطل أعمارهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.